أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أهمية الارتقاء بمستوى العمل الدعوي والإداري المستمر للأئمة والإداريين. جاء ذلك خلال كلمة وزير الأوقاف خلال افتتاح دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية للعاملين بأوقاف شمال سيناء لتعريفهم بما يستحدث من أدوات وأجهزة لمواكبة الوسائل التكنولوجية الحديثة وكيفية التعامل معها. تمكين العاملين بوزارة الأوقاف من مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي والإلمام بأساليب العمل الحديثة هدف انعقاد دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية للعاملين بأوقاف شمال سيناء للوصول إلى مهنية متقدمة. ما نحن فيه هو تطبيق عملي فوري لتوجيهات سيادة الرئيس حفظه الله بالتركيز على برامج التدريب والتثقيف والتأهيل لجميع العاملين بالأوقاف وبخاصة الأئمة. هذه الدورة لها رمزية خاصة، هي للأئمة والإداريين من أبناء شمال سيناء، ودي لها أكثر من رسالة: اهتمامنا بالشباب بالتأهيل بالتدريب برفع الكفاءة. الجانب الأهم رسالة خاصة أن نبدأ أول دورة نوعية لأبناء شمال سيناء. القائمون على التدريب بأكاديمية الأوقاف أكدوا ضرورة استخدام مفاهيم التدريب الجديدة التي من شأنها الارتقاء بالأئمة ووضعهم على طريق الدعوة المهنية. أننا بحاجة فعلا إلى تجديد التناول الفقهي وتجديد الخطاب الديني حتى نستطيع أن نواجه هذا الفكر المنحرف والمتطرف الذي يركب موجة الدين ويستغل الدين في غير مقاصده وفي غير ما شرع له الدين. احنا في محافظة شمال سيناء ما شاء الله فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة عمل لنا المدارس العلمية، المدارس القرآنية، المدارس الفكرية، واحنا سعداء اللي احنا جينا هنا في الأكاديمية الدولية للأوقاف. دورة استهدفت عددا من العاملين بأوقاف شمال سيناء لتنمية القدرات التطبيقية في المجالين المؤسساتي والدعوي ليصبح لهم دور فاعل في التأثير وصنع المواقف والأفكار. من أكاديمية الأوقاف للتدريب، وليد هيكل، التلفزيون المصري.